يلا نطير لاسبانيا. نبدا في اسبانيا مع جريده ماركا الاسبانيه اللي ركزت على تعادل برشلونه 3-3 امام انتر ميلان، وتعقد مهمته في التاهل. طبعا مهمه برشلونه للتاهل لدور ال 16 من دوري الابطال، وكتبت برشلونه على شفا كارثه، شفا كارثه كل عام، لان حضراتكم الموسم اللي فات كمان كان خروج يعني صعب جدا لبرشلونه من دور المجموعات في دوري الابطال، والجريده بتقول طبعا برشلونه في كارثه او تكرار كارثه العام الماضي. الصحيفه كمان اهتمت بالنجم امبابي وقضيه رحيله عن باريس سان جيرمان، وكتبت 400 مليون يورو وفيتو ضد ريال مدريد. فيتو ضد ريال مدريد، يمكن كان بعض التقارير بتقول ان باريس سان جيرمان ممكن يسمح رحيل امبابي ولكن بشرط عدم انضمامه للريال. اهتمت كمان بتعادل اتلتيكو مدريد امام كلوب بروج في دوري الابطال، وكتبت لنفكر في بروج. الصحيفه اهتمت كمان بلقاءات الانديه الاسبانيه ريال بيتيس وريال سوسيداد وفيا ريال في دور المجموعات للدوري الاوروبي ودوري المؤتمر الاوروبي. طيب نروح لصحيفه سبورت الاسبانيه، كمان ركزت على التعادل المثير ما بين برشلونه والانتر 3-3، وصعبت وضعيه برشلونه في التاهل لدور ال 16، وكتبت يعني العيش في معجزه، يعني لازم منتظرين معجزه خلال طبعا الجوله الخامسه والسادسه. كمان الجريده تحدثت عن فوز بايرن ميونخ على فيكتوريا بيلزن بنتيجه 4-2، وكتبت بايرن ميونخ يتجه او خلاص يحسم المركز الاول. كمان الصحيفه اهتمت كمان بتعادل اتلتيكو مدريد امام طبعا سلبيا امام كلوب بروج 0-0، وكتبت وضعيه اتلتيكو مدريد تتعقد بسبب غياب الاهداف. انجلترا صحيفه صن الانجليزيه كلها طبعا بتتكلم على ليفربول والفوز الكبير 7-1 على جلاسكو رينجرز والهاتريك المصري محمد صلاح، وكتبت رائع صلاح. طبعا كل الناس بتحتفي بمحمد صلاح. كمان كتبت محمد صلاح هاتريك في 6 دقائق الاسرع في تاريخ دوري الابطال. اهتمت كمان الصحيفه بفوز توتنهام على فرانكفورت 3-2 في دوري الابطال، وكتبت ثنائيه من سن في القمه. اهتمت الصحيفه بصراع كريستيانو رونالدو مع الاتحاد الانجليزي، وكتبت رونالدو مستعد للقتال مع الاتحاد الانجليزي. طيب نسيب انجلترا ونطلع على ايطاليا. صحيفه لاجازيتا ديلي سبورت الايطاليه اكيد ركزت كمان على تعادل الانتر امام برشلونه 3-3 في الكامب نو بدور المجموعات او بدور المجموعات لابطال اوروبا، وكتبت ليله سحريه في دوري الابطال صرخت انتر ميلان. اهتمت الصحيفة بفوز نابولي كمان على أياكس 4-2 وتأهله لدور ال 16 من دوري الأبطال، وكتبت تأهل نابولي السوبر. طبعا كل الجرائد الإنجليزية بتحتفي بمحمد صلاح، احنا كمان إن شاء الله هنا في المحترف هنركز على محمد صلاح وليفربول اللي بيظهر بوجهين مختلفين على مستوى البريمير ليج على مستوى دوري الأبطال، ولكن يبقى محمد صلاح أسطورة مصرية، أسطورة عربية، أسطورة تاريخية في تاريخ الكرة الإنجليزية وتاريخ الكرة العالمية الحقيقة بأرقام ونتائج ويعني ريكوردز على أعلى مستوى.